السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أحب أرحب بكل الناس اللي بتشوفنا النهاردة، وبتمنى لكم دوام الصحة والعافية يا رب. أنا هبدأ القصة سريعا. القصة دي حصلت لي بعد أحداث 25 يناير بفترة. كان الجو الأمني مش ولا بد، وأنا كنت في المنصورة وراجع دمياط، وما كانش في الحقيقة معايا رخص قيادة، وليك كمين كده في النص ما بين دمياط والمنصورة، فاخترت طريق زراعي جانبي أنا كنت عارفه، لكن أنا كنت بمشي عليه الصبح دايما، عمري ما مشيت عليه بالليل. وكنا في حدود الساعة 8 يعني، بس الطريق ده أنا يعني كنت عارفه كويس، وكنت عارف إن هو كل الكرة اللي فيه ناس طيبين وناس محترمين، وعندي يعني أصدقاء في المناطق دي. فقلت صوت يعني أخش في الطريق الزراعي ده وامشي على مهلي لحد ما عدي الكمين واطلع تاني على الطريق السريع يعني. المهم ما كنتش متخيل ان الطريق اللي انا همشي عليه ده ما فيش فيه اضاءة نهائي، حتى الكرة اللي انا عارفها الناس مش موجودة، يعني الناس بتروح بدري جدا وبتنام بدري جدا يعني. فانا ما كنتش متخيل كده، كان الساعة 8 بالنسبة لي ان هي الدنيا حلوة يعني. المهم والطريق كان عبارة عن طريق صغير، وعلى يمينه ترع وعلى شماله ترع، فانا فضلت ماشي بحرص. انا كنت قلقان ان انا مثلا ما اشوفش حاجه، فانا اكون ايه مثلا اقع، او ان انا اكون نقره او كلام من ده. المهم فضلت ماشي لحد ما لقيت مطبين ورا بعض، يعني شفت مطبين ورا بعض، فهديت لقيت واحد جاي لي من اليمين وواحد جاي لي من الشمال، ان هما بيحصروني يعني. فانا بصراحه يعني لا يعني خفت جدا ودست بنزين للاخر، اللي هو ما انا مش هقف يعني، انا ممكن اموت فيها، ممكن انزل مثلا في الترع، او ممكن مش عارف انا هيحصل لي ايه بالعربيه، بس انا قررت ان انا مش يعني مش هقف. فقمت اخد المطبين طاير كده من عليهم، نزلت طبعا العربيه اتخبطت جامد، بس الحمد لله دست برضه على اقصى سرعه ومشيت يعني. طول ما انا ماشي بقى سمعت حكه كده في الاكسدام، يعني اكيد حاجه اتكسرت، بس انا قلت مش هينفع اقف اشوف ايه اللي اتكسر وايه اللي ما اتكسرش، قلت مش وقته بقى، اما اطلع في حته فيها نور اشوف ايه اللي حصل. وده فعلا اللي حصل، لكن مفيش بعدها بثلاث دقايق حسيت ان كل حته في جسمي وقفت، حسيت ان ايديا وقفت كده على الطاره، ورجلي وقفت، زنة في وداني وفي دماغي، زي حاجة بتهزني كده، بتشوش على تفكيري، وانا مش قادر اعمل اي حاجة غير اني احرك عينيا، بس انا كل جسمي متوقف تماما. كل اللي جا في دماغي ان دي مثلا دي هتبقى سكتة قلبية، ولا دي انا هموت مثلا، دي يعني كل اللي جا في دماغي ان انا دي اعراض ما قبل الموت، يعني ان انا اتخضيت مثلا من قطاع الطرق فحصل لي حاجة فهموت، يعني هو ده اللي جا ايه في دماغي يعني. فانا ما كنتش قادر اعمل اي حاجه غير اني اقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله جوايا، ما حتى شفايفي مش بتتحرك، قعدت اسبح يعني، قعدت استغفر واسبح ربنا من جوايا، وانا ايديا ثابته يعني مش عارف حتى الف ولا اي حاجه. المهم جيت عند ان انا خلاص هقع في الطرق يعني، في ملف، فانا مش عارف الف لان ايديا واقفه مش عارف اتحركها. فانا قبل ما انزل في الترع بفضل ربنا دوست رجلي اتحركت ودوست فرامل، وقفت على اخر لحظة، خدت نفسي، قلت الحمد لله كتب لي عمر جديد، وخدت بعضي بقى ايه ومشيت على الهادي كده، وانا باخد نفسي وبسبح ربنا، والتشويش لسه في دماغي يعني، انا عمال استغفر ربنا وسبح الله عز وجل، لكن انا في تشويش في دماغي، في اجانز كده في دماغي. المهم لحد ما لقيت بيت منور على الطريق وفي فرح، فانا فرحت جدا، قلت انا هقف اخد نفسي وفي نفس الوقت اعمل ايه بقى، اشوف ايه اللي اتخبط في الدركسيون، اللي حصل في الاكسدام، ايه اللي حصل في الاكسدام، اشوف ايه اللي بيخربط اصلا لما طرت من على المطبين. المهم وقفت فعلا، بصيت لقيت اللوح المعدنيه مسمار منها اتقطم، فاللوح وقعت يعني، اللوحة المعدنية دي عبارة عن لوحة ممسوكة بمسمارين، مسمار منها اتقطم في لما طرت من على المطبين فوقع يعني، فدي اللي كانت عاملة صوت الرجة يعني وانا ماشي.
المهم لقيت راجل من الفرح ده جاي لي بيقول لي تعالى اتفضل معانا. قلت له ربنا يخليك والف مبروك وكلام من ده. جاب لي قطعه جاتو وكيس عصير، مش علبه عصير لا، كيس كده اسمه بيست، لسه هو منتج قديم ولسه موجود في السوق يعني. انا بحبه جدا. المهم انا قلت مش هاكل الجاتو لان مش يعني ما اعرفش مش ضامن، لكن هشرب العصير لان كان نفسي اشرب العصير. خدت العصير وشربته وفضلت بقى ماشي على الهادي كده لحد ما ايه ما لقيت يعني ايه طريق تاني طلعني على الطريق السريع، خدته والحمد لله روحت والدنيا تمام. تاني يوم بقى رحت لواحد صاحبي في المنطقه دي عشان احذره من المنطقه من الحته اللي طلع لي فيها قطاع الطرق، واقول له ان المنطقه دي بالليل خطر ما تحاولش تمشي منها، وانبهه يعني وافهم منه اللي حصل، لان اهالي المناطق دي كلها ناس محترمه يعني ناس طيبين وجدعان. المهم قلت له انا حصل لي في الحته الفلانيه كذا 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 كذا. قلت له انا حصل لي في الحته الفلانيه ان طلع لي 2 قطاع طرق وكلام من ده. قال لي احمد ربنا ان هي جت على قد كده، لان المنطقه دي انت مشيت فيها بالليل. قلت له اه. قال لي المنطقه دي مشهوره ان فيها نداه، والنداه دي بتنده على الناس فبيقعوا في الترعه. فانا استغربت نداهة ايه يعني. قال لي والله ده ناس سواقين يعني محترفين في السواقه وبينزلوا في الترعه ومن المنطقه يعني. فانا خدت الكلام ان هو يعني ايه يعني اساطير شويه، ده هو يعني ايه نداه يا عم كده. انا كل اللي جه في دماغي انا تعالي خلص بقى يا عم. انا كل اللي جه في دماغي في وقتها ان لا اكيد المنطقه دي فيها اشعه او فيها مثلا ايه موجات كهربيه بتسيطر على العقل، دي بتخلي بتحسسك بالشلل او كده. ده كل اللي في دماغي، ان كل حاجه في الدنيا لها تفسير علمي اكيد يعني، مش نداها هي اللي خلت جسمي يقف وكلام من ده، خصوصا ان انا ما سمعتش حاجه بتنده عليا. المهم فكرت ان انا اروح من نفس الطريق، لان احنا كنا الصبح والحته الصبح بتبقى امان جدا يعني. اللهم صل على النبي. مشيت من نفس الطريق. الغريب بقى ان انا جيت ابص على البيت اللي كان فيه الفرح لقيته بيت مهجور. اتأكدت كده، بصيت في الحتة اللي انا وقفت فيها عادل النمر العربية، لا هي هو المكان اللي انا كنت واقفين امبارح. ابص على البيت، البيت اصلا مهجور وما فيش فيه بلكونة ولا سلم، مهجور. فقلت لا، انا رجعت لصاحبي تاني قلت له في الحتة الفلانية تعالى معايا، انا كان هنا امبارح كان في فرح وواحد جاب لي عصير وكلام من ده. قال لي فاجئني بصراحة ان البيت ده كان حصل جريمة قتل، من واحد قتل مراته وعياله في البيت ده، وان وبعدها بسنة اخوه اتجوز في البيت ده وقتل مراته برضه في الصباحية. فانا بصراحة يعني كانش عنده مبرر اللي حصل ده، و نداها. بس انا كل اللي انا متاكد منه ان البيت ده كان فيه فرح، ان انا حضرت الفرح ده وشفت البيت. اتمنى للكل دوام الصحه والعافيه وربنا يحفظنا جميعا.